السباحات ورسم السوار وصيد السمك في البحر والقراءات ولعب الكرة من الهوايات جميلة. أحب ركوب الدراجات وأحب الصيد السمك. أحب قراءة الكتب ولعب كرة القدم. استعمال الكمبيوتر هوايات جميلة ورسم الصور وصيد السمك ولعب الكرة كلها هوايات. هوايتي ركوب الدرجة، هوايتي قراءة الكتب، هوايتي صيد السمك، هوايتي لعب الكرة، هوايتي ركوب الدرجة، هوايتي قراءة الكتب، هوايتي صيد السمك، هوايتي لعب الكرة.